فانظروا كذلك لطاغوت الشام الذي يجر أهل الشام المسلمين إلى سياسة الطائفية لخلق فتنة الطوائف بين المسلمين من كل المذاهب، فيزرع سياسة الأحزاب لكي تنضم إلى مساندة حكمه واتباع مصداقية شرعيته، وقد فقد شرعيته لما زرع من إرهاب على تراب الشام للإسلام، ولما زرعته صهاينة أقصى الغرب كشركاء له كحكومة مؤقتة، فصارت الحكومة المؤقتة هذه بغير مؤقتة إنما دائمية، فاتخذت ما صار آخرا للدكتاتورية عمدا وقمعا ولطمع أهل الغرب في منتجاتهم البترولية لسيول الأرض لما سمونه مع الأسف الشديد بالذهب الأسود لا سمح الله، فدامت مدة على إثر معاملتها بالإرهاب السياسي كحكومة صهيونية أعرابية دكتاتورية بشتى الطرق العلمانية الفاسدة الغير مباشرة والمباشرة، ويستهزئون بحقوق الناس، والطاغوت لا يملك شيئا من حكم وشرع وسنن الله، فيمتلك حقوق الناس بالظلم والكراهية لما نسمعه دائما بانفجارات إرهابية معددة ومتعددة الأطراف الصهيونية السياسية الداخلية والخارجية، لما أسسوا من قواعد حربية إجرامية على ترابهم من استعمار سلاحي من أقصى الغرب، فيا أعراب الشام وشبه الجزيرة والمغرب البربري الصحراوي العربي الأصلي، أكلما تبين لكم طاغوت في الحكم وظهر وجهه الحقيقي الفاسد بعد فترة من الزمن على أرض واقع الإسلام، وإلا يريدون صهاينة الغرب كأقصى الغرب استبداله بطاغوت آخر عصري أو معاصر لاتباعه عصرنتهم للجاهلية المعاصرة والقائمة على علمانية ملحدة وقاطعة عن الإسلام. فيا أيها المسلمون والمسلمات، أتتخذون اليهود والنصارى أولياكم بعضكم للبعض؟ وهؤلاء اليهود والنصارى قد توحدوا على منهجية سياسية صهيونية وماسونية شيطانية تتلاعب بحقوق الإنسان والطبيعة والكون، معتمدة على المثلث البحري الشيطاني السحري لهم، وكأنهم خوارج لهذا العالم الخارجي عن هذه الأرض الكريمة لما أوحت إليهم الشياطين اللعينة، سياسة سعيها محي الأفكار الدينية بين المسلمين والغير المسلمين بعده، وتعويضها بأفكار وهمية شيطانية غير سليمة. فأسألكم إذن، أتتبعون جنات صهاينة الشياطين المليئة بالشهوات النارية؟ نعم، إن جناتهم في نار جهنم، لعلكم تصحون عن غفلتكم عنهم ألا تضعون كتاب الله العزيز القرآن الكريم العليم المجيد الدستور الإلهي الإسلامي المقدس والموحد لكل الأمم والحضارات جنبا لا سمح الله، فتؤمنون سوى بشيء من الكتاب ولا تؤمنون بكل الكتاب للبينات العظمى هذه لليوم الآخر لا سمح الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقصد القول هنا كذلك الأعراب المشرق والمغرب، إن أرض الله واسعة فلله المشرق وكذلك المغرب، والله سبحانه وتعالى يورثها باليوم آخر هذا سوى لمن يشاء، والعاقبة للمتقين، فلن ينفعكم صنع حدودها من الحديد على طول مسافتها، وقد فسدتم بحدود الله عليها، إن هي ذكرى لما سلف من أكاذيبكم الأولى من أهل قريش لما يذكرن عن صاحبكم مسيلمة الكذاب من قبل ومن بعد لحماية طغيان الأعراب في الحكم إمارة المؤمنين في عهد الأمويون والعباسيون، إلى أن ظهروا مرة أخرى خلال القرنين الآخرين لهذا العصر فيشعلون نار الفتن بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغير المسلمين بعده، تلك خطواته من خطوات الشيطان الرجيم لما كذبت الأعراب بالدين، ولزال تكذب رسول الله النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي بالحق المبين للدين كله الإسلام، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، بعدما كذبت اليهود والنصارى كذلك من قبله بالدين.
الدين سعيهم واحد للطغيان بملك الله للأرض الكريمة فلا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون جمعاً.